شاهدوا معي أعزائي المشاهدين عرضا نادرا يصور لحظة نزع الروح لرجل، ولكنه يصور بالأشعة التي تبين أماكن الحرارة والبرودة، وهو تصوير حقيقي حقيقي. انتبهوا معي إلى هذا العام، هذا ليس تصويرا للروح، فالروح من أمر ربي إخواني. هذا فقط يعني يبين كيف تذهب الحرارة من جسم الإنسان، بداية بالساق تتلاشى إلى بقية الجسد إلى أن تخرج الروح تماما، كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، أي انتزعت الروح من الجسد وبلغت التراقي. والتراقي جمع ترقوة، هي العظام اللي بين النحر والكتف. وقيل من راق، يعني يقول الإنسان هل من طبيب شاف. لاحظوا كيف تخرج الحرارة شيئا فشيئا، كما أن الروح تخرج شيئا فشيئا. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، يقول حسن البصري: أي ماتت رجلاه فلم تحملاه إلى ربك يوم إذ المساق. هذا شخص حقيقي الآن يحتضر، يعني الآن هذا تخرج روحه حقيقة. لاحظوا كيف تذهب الحرارة شيئا.